الستيكس دي بقى في منها يعني تخيلوا اكتشفت ان دي كرشه كرشه مشويه وفي كبد وقوانص وفي فراخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده مع كلب وشو. الحلقه دي المره دي انا بقابل احد اصدقائي هنا في حته اسمها كاجانج في كوالالمبور، بعيده شويه عن وسط البلد تقريبا بحوالي 40 او 50 كيلومتر. دلوقتي هم فتحوا حاجه اسمها ام ار تي بيوصل بسرعه رهيبه جدا ما شاء الله. اللي ورايا دوت من اشهر محلات الاكل الماليزي هنا في كاجانج، بيقدم اللي هو الاكل الماليزي التقليدي بتاعهم، فهنخش نجرب الاكل ونشوفه مع بعض. يلا بينا. هما بقى عباره عن اول موضوع كله عباره عن رز. اهو الراجل اهو هو بيظبط الدنيا. ظبطنا بقى، ظبطنا بالله عليك ظبطنا. بيعمل اهو الشغل عالي برتغالي. دي بيشوها بقى الحاجات دي وبيستخدموها كده. بص ادي ادي يا جدي. الاكل وصل. الستيكس دي بقى في منها يعني تخيلوا اكتشفت ان دي كرشه كرشه مشويه وفي كبد وقوانص وفي فراخ ومعاها الصوص ده بقى والرز، وبرده ممكن تطلبه في الفرايد رايس ده. نجرب نشوف التجربه ايه الاخبار. اهو اهو الستيك اهو دوت نحطه فين. نجرب الصوص ده. حلو بس سويت شويه، تحسه سويت شويه كده. بس ريحه الشاوي باينه فين. ده ديت خلي الطعم زفر خالص من غيرها حلو. وده الرز ده مش طعم خالص. ده لحمة حلوة بس الطعم المسكر فيها مبسطنيش. ودي ايه دي؟ ما اعرفش دي ايه. اوه سمك. دي سمك. ليه بعمل في نفسي كده؟ دي كرشة المفروض. دي اللحمة دي حلوة. دي من أشهر الأكلات عندهم هنا. أفضل مطعم. يعتبر أفضل مطعم بيقول صديقي يعني أحلى مطعم تقريبا هنا. بس طعمهم أنا مش مبسوط خالص. طيب نجيب غيرهم. طبعا الناس اللي بتحب تلاقي حاجات سويت جوه الاكل بيجربوا الاكل دوت يعني ممكن يعجبهم. وهو يعني طريقتهم فعلا في عمل الاكل مختلفه يعني زي المطاعم صراحه الواحد كان بيشوفها في كوالالمبور. بس انا برجع بقول برضو يعني ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه، فممكن حد يحب اكل انا ما احبوش، انا احب اكل تاني ما يحبوش، فكل واحد يجرب ومزاجه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك لصفحة الفيسبوك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. مش هوصيكم بقى يا جماعة.